بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اخوك كان قاعد مستقنيس كده في ماتش مانشستر سيتي وكلوب بروج، اول ما محرز مسجل الهدف الثاني قلت يا الحمد لله يا اخي، نسيت والله لقطه الهدف العبسي اللي احنا لبسناه، اللي الكره خبطت في ستونز من كايل ووكر، وكانت حاجه تضحك ومنظر اساسا يصعب على اي حد بيشجع السيتي، اللي هو ايه الاجوان الهبل اللي احنا بنلبسها دي يا جماعه؟ ايه خط الدفاع اللي ضايع من ساعه ما روبن دياز ما قعد على الدكه ده يا جماعه؟ يعني نستر نفسنا ان احنا بنلعب كوره بروج يا جماعه وماسكين كوره طول الماتش، والحمد لله رب العالمين. الواد في الفودن جاب جون، هو الجون كان فاضي بس في الفودن جاب جون، يبقى الحمد لله الواد شغال اهو، وبدات رجليه تمشي على الجون، يعني الحمد لله بدا يسجل اهو. بعد ماتش ليفربول نسينا ان هو كان بيسجل اساسا، فبدات تمشي اهو، بدات تسلك بقى عشان خاطر بيب جوارديولا يقول لي تعالى هتستمتع بماتش وانا موجود. لا لا، لازم نخش شويه فلسفه، ولازم نخش شويه دعم لرحيم ستيرلينج، اللي هو يا جماعه برشلونه بيتكلم على رحيم ستيرلينج، فيلا لبسوه لبرشلونه وخدوه يا جماعه، اهو شغال اهو، هنزله قدام كلوب بروج لعله خير وربنا يكرمه ويسجل. هو عمل كده وانا رحت قلب على طول رحيم كاكا ده، مش هيجيب جوان اساسا، بس بصراحه قلت نرجع بقى، عيب يعني مانشستر سيتي مش عشان خاطر رحيم نزل الملعب اجي قالب، لا لا احنا نرجع نتفرج، برغم انه مطلع رياض ومطلع جاك جريليتش اللي كالعاده، يعني هو جاك ما احنا اتكلمنا عليه كتير، اللي هو ما بيحنكش بس ما بيجيبش جوان، اللي هو اخره يعمل اسيست، مش ما بيشوطش على الجون، بيحاول يفتح زوايا بس الزوايا ما بتتفتحش وما بيشوطش، والحياه بالنسبه له حلوه. عكس كده جو كانسيلو، اللي هو كانسيلو يا جماعه مش باك شمال، بس كانسيلو نجم المباراه الاول، اللي هو يا جماعه جو كانسيلو بيقدم مستوى هجومي ودفاعي مميز جدا. هتقول لي لا ده قدام كلوب بروج، اقول لك والله وارد، هو جو كانسيلو وراني ماتشات كبيره مميز جدا، فماتشات اللي هو بيكون نوعا ما ضعيفه ومتوسطه طبيعي جدا ان هو يوريهاني بمستوى عالي جدا، بس بصراحه انا معجب باي حاجه بيقدمها جو كانسيلو جوه الملعب، لان جو كانسيلو لعيب مميز جدا، ولعيب تكتيكيا لعيب حاجه عظمه، وجوارديولا عمل منه حاجه مميزه جدا، بس الامانه برضه هو التطور التكتيكي اللي وصل لجو كانسيلو يحسب لاليجري وليس لبيب جوارديولا، علشان خاطر وانا قاعد اتفرج على جو كانسيلو كده الاقي رحيم ستيرلينج جاب جون وجون فاضي، اللي هو الله يلا بقى روح برشلونه، انا بشجع برشلونه، انا هلبس رحيم ستيرلينج ده طول حياتي ولا ايه؟ ان هو خلصت منه من سيتي راح برشلونه؟ لا صعب الوضع، الوضع صعب جدا، عشان خاطر الاقي السيد بيب جوارديولا قال لك ننزل كيفن دي بروين وكولا بارمر، والله كويس، طب نطلع رحيم بقى، رحيم لسه نازل للاسف، خليه علشان خاطر جو كانسيلو يختمها بختامه مسك ويلعب كوره ل جابريل جيسوس، عشان خاطر جابريل جيسوس يسجل ونخلص المباراه 4-1. العدم الوحيد ليا في المباراه دي ان انا مش عايز اقتنع بفكره ان جابي يلعب ناحيه اليمين مكان رياض، لان دي هنكشه ودي حاجه مش هتديك نتائج مبهره، النتائج المبهره انك تحطه في مكانه، حطه فيرود وخلي يشجل اتش شمال وخلي رياض يمين، هفضل اقولها لك كتير ليه؟ لان انا مقتنع بكده، انت عندك قناعه فنيه ان هو يشتغل يمين زي الفل، انا عندي قناعه فنيه ان هو مش هيديك غير الماتشات القليله زي دي، انما الماتشات الكبيره هيديك على عينيك، بس الحمد لله رب العالمين باريس سان جيرمان عطل واحنا ركبنا المجموعه، بس على الله خير على الله على الله نعرف نكسب باريس سان جيرمان في الملعب بتاع الاتحاد، لان احنا الفرقه الوحيده اللي جوه ملعبها بتخاف عليها، بس الحمد لله يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ولعله خير نعرف نعدي من باريس سان جيرمان اللي ضايع اكتر مننا. بس لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فعادي يا اسطى، اعتبر ان انت بتتفرج على رحيم كاكا طول 90 دقيقة، فبالك بقى الوضع بقى عامل ازاي؟ جت على الدقيقتين ونص بتاع خيط دي عيب؟ ايه؟